لو اي حد عايز يعمل فرق ناشئين بنات او ولاد، احنا ما عندناش اي مانع ان احنا هنديهم خبرتنا وهنجيب كراسي. واوريدي احنا تواصلنا مع نوادي كتير جدا على مستوى المحافظات. بدات اول ما بدات الموضوع عشان كراسي وكده، فالموضوع من كنت شايفاه من بره ان هو مش لطيف. ما بدات لو نزلت، كمان انا كنت بلعب في الاول خالص، من اول اصلا ما بدانا، ما بداوا مع الشباب 6 اكتوبر، فانا بنزل مع الشباب، فالموضوع بقى حماسي اكتر كتير، يعني كنت احسن من البنات. يعني حاليا بلعب مع البنات، لا انا مستواي فارق. بدات الباسكت مع محمد، كابتن محمد فرج، فلعبوا القوه، فقال لي تعالى معايا في الباسكت. لعبت، انا قلت ايه عادي هروح واشوف، ولا لعبت لقيت حماسة يعني. كنت من زمان بتمنى ان في حد يجيب الاجيال الصغيره دي ويدربوها عشان ننمي فيهم كره السله او الرياضه من صغرهم.